صحيح، ولكن أصبحنا أمام حل حماس في غزة كما يقال، أو كما لفت الانتباه نتنياهو في حديثه، أننا أمام حل حماس في غزة وحل السلطة في الضفة كما قال نتنياهو. كيف ترى هذا التصريح؟ نتنياهو وحكومته من اليمين الإسرائيلي المتطرف والحركات الصهيونية الدينية المتطرفة وضعوا بنك أهداف لهذه الحرب. السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ إيمان، ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ لم يتحقق أي شيء. حركة حماس حركة سياسية وجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية ومكون من المكونات الوطنية الفلسطينية، وآخر تصريح صدر على لسان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يؤكد أن ما ذهبت إليه إسرائيل حول تدمير حركة حماس أو إنهاء حركة حماس لم يتحقق. ما يجري في غزة هو حرب إبادة، حرب تدمير لقطاع غزة، وليس القصة أو الموضوع إنهاء حركة سياسية بعينها في غزة.